تتغير المعطيات وتتبدل، وتبقى الحرب الثابتة الوحيد أمام اليمنيين. تفشت مختلف أنواع الأوبئة وانتشر الجوع واستهدفت البنية التحتية وعاد الإنسان اليمني إلى مراحله البدائية. حرب لم تتوقف أو تهدأ وتيرتها منذ أكثر من عامين، يعيش خلالها المواطن أصعب لحظات حياته، ومناشدات عديدة لإنقاذ المدنيين العالقين وسط لهيب المواجهات المتصاعدة يوما تلو الآخر. الأمم المتحدة في جديد خطاباتها ناشدت المجتمع الدولي بالتحرك لاحتواء تدهور الوضع الإنساني الذي اكتفت بوصفه كارثة من صنع البشر، ولم توضح عن أفق واضح لتلافي الأزمات التي طال أمدها وغابت أمامها كل الحلول. منسق الشؤون الإنسانية والإغاثة الطارئة بالأمم المتحدة ستيفن أوبراين قال إن البلد تواجه حاليا نقصا حادا في أعداد المستشفيات والأطباء، محذرا من انهيار تام للنظام الصحي بالبلاد وإغلاق 55% من المؤسسات العلاجية بسبب الدمار ونقص التمويل. المؤشرات والمناشدات الدولية المستمرة تقود إلى أن القادم سيكون كارثياً أكثر ما لم تسارع القوى الإقليمية والدولية إلى التدخل لوقف هذا التدهور، سيما في ضوء تصعيد عسكري تقوده جماعة الحوثي وحليفها على أكثر من جبهة، وتصاعد في أرقام الضحايا التي ترفعها مختلف المنظمات الدولية كل يوم. مئات بل آلاف الانتهاكات، منها ما تم رصده وأخرى غير مرئية، إما بسبب خوف أو عدم قدرة على التواصل مع المنظمات الحقوقية التي أضحت هي الأخرى عاجزة عن تقديم أرقام واضحة لحجم الكارثة المتعاقبة في بلد مثخن بالأزمات.